أهلا وسهلا طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف أقوم بتوضيح مادة الاختبار النهائي. سوف نقوم بمراجعة الاختبار النهائي، فأهلا وسهلا بكم طلابي وأعزائي طلاب اكتساب اللغة. الأهداف لهذا الأسبوع عزيزي الطالب: ذكر محتويات دروس الأسبوع 20 والتفصيل في هذه المحتويات والمهام المطلوبة. تذكر عزيزي الطالب أننا في الحصص السابقة قمنا بكتابة مهمة تدريبية، وهي عبارة عن إنتاج نهاية قصة لقصة القرد والسلحفاة، وهذا مهم جدا عزيزي الطالب، لأنه سوف تقوم بكتابة نهاية قصة مشابهة للقصص التي قمت بالتدرب عليها في الاختبار النهائي. كما قمنا عزيزي الطالب بإنتاج نهاية قصة للثعلب ملك الغابة. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب سوف نتعرف على ونستذكر كيفية كتابة نهاية قصة. عليك عزيزي الطالب أولاً أن تحدد نهاية القصة التي قرأتها، ثم حدد عليك أن تحدد أجزاء قصتك، حيث أن القصص تقسم إلى بداية ووسط ونهاية. الأحداث والصراع الأساسي: البداية هي المقدمة التي تعرف القارئ بالشخصيات ومكان الأحداث والصراع. أما الوسط فهو جسد القصة الذي يتصاعد فيه الحدث وتتحرك الأحداث بناء على أفعال الشخصيات وتفاعلها. أما النهاية هي التي تمثل انفراجاً للعقدة وحلاً للصراع. تبدأ النهاية مع وصول الشخصية الرئيسية لمرحلة إما النجاح أو الفشل في بلوغ هدفه المنشود. ثانياً، اجعل النهاية متعلقة بحدث واحد أخير من أحداث القصة. ثالثاً، حدد الصراع الأساسي بالقصة. إذن عليك عزيزي الطالب أن تراعي هذه الأمور عند كتابة نهاية قصة لقصة ما قمت بقراءتها. وأيضا عزيزي الطالب سوف نقوم بقراءة درس نزهة لن أنساها، وهو من الدروس المطلوبة منك للاختبار النهائي. سوف نقوم بقراءة هذا الدرس وبيان معاني المفردات الواردة فيها وتوجيه بعض الأسئلة لهذا الدرس، مثل سؤال: ماذا طلب الابن من والده؟ ما هي الرحلة التي توجه إليها الأبناء مع والديهم؟ وماذا فعلت الأم عندما نزل هطول المطر على القارب؟ وأيضا عزيزي الطالب سوف نقوم باستخراج بعض القواعد النحوية والإملائية من هذا النص، مثل حرف الجار واسم مجرور ورد في النص، الفعل المضارع، الشمسية، القمرية. سوف تقوم عزيزي الطالب باستخراج هذه القواعد. سوف نقوم أيضا باستخراج أضداد الكلمات من هذا النص، كأن نقول: ما ضد كلمة الخروج؟ الخروج ضدها وعكسها هي كلمة الدخول. وأيضا عزيزي الطالب سوف نقوم بمراجعة القاعدة الإملائية والتي بعنوان اللام الشمسية واللام القمرية والتمييز بينهما حتى لا تقع بالخطأ في الامتحان النهائي. فإذا عليك عزيزي الطالب أن تستذكر هذه القاعدة الإملائية وتكون مستعدا في الحصة لتكون عنصرا مشاركا وفعالا في حصة اكتساب اللغة. وأيضا عزيزي الطالب من القواعد التي سوف نقوم بمراجعتها قاعدة الفعل المضارع وكيفية صياغة الفعل الماضي إلى وتحويله إلى فعل مضارع وكيفية استخراج الفعل المضارع من النص نزهة لن أنساها. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من مراجعة
مادة الاختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.